حضورنا الكريم الآن مشاركة وقصيدة تلحيدية من المهندس صايل بن عبد الإله العبياني الكيلي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله لله الحمد من قبل وبعد على لطائف أقداره وكثير نعمه. أيها الأحباب، طاب مساءكم في هذه الليلة، ليلة الوفاء والامتنان لله رب العالمين، ومن ثم لرجال الشهامة وأبطال الحدث، الأبطال سالم العبدي الشمري وعبد السلام القرشي الزهراني اللذين قاما وفادا بأرواحهم دون أطفال في حادثة الغرق التي حدثت في مدينة الجبيل الأسبوع الماضي. وليس هذا الموقف بغريب على رجال الطيب من هذه القبيلتين العزيزتين علينا. أيها الرجال، إن هذين البطلين لو سطرت فيهم القوام وكلمات الشكر والعرفان لا يمكن أن أفي لو ببعض من حقهما، نظير ما قدموه من موقف تسطرت فيه معاني النخوة والشهامة والشجاعة في أبلغ صورها. وما اجتماعنا هذه الليلة إلا مجرد تخليد لمواقف الرجال النبلاء وتعبيرا عن بعض ما يختلج صدورنا من مشاعر الفرح والشكر لله ومشاعر الاعتزاز والفخر بهؤلاء الصقور الأشاوس. فباسم والدي وأسرتي وقبيلتي أقول لهم: بيض الله وجيهكم وكثر الله أمثالكم، ولكم الدعاء المتصل ما حيينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من صوادب الأقدار وشر المصائب.